بوك، لمن هذا البوك؟ ماي، اور، يور، هيز، هير، اتس، ذير. هذه المفردات تعلمناها في فقرات الضمائر في مرحلة حفظ المفردات، تعتمد عليها فقرتنا لهذا اليوم. سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية باي فلاح عبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الفقرة 41، وضمن مرحلة تركيب المفردات نتابع في هذه السلسلة تحديد الأسماء بالملكية. تحديد الأسماء بالملكية، أي كيف نقول مثلا كتابي، أبي، والده، عمه، إلى آخره. عزيزي المتابع، أنت العنصر الأهم في هذه السلسلة التي تهدف إلى تعليم وتسهيل استخدامك للغة الإنجليزية، وأهم عنصر في فقراتنا أن تردد وتتدرب على التمارين المقدمة وألا تستهين حتى بأصغر تفصيل. لنعد ونفصل الأمر من جديد. هذا الشخص سوف يذكر لنا أشياء تعود له، تنتمي له، يملكها، فيقول my book، my umbrella، my bag، my father. إذن لاحظنا هذه الكلمة my تعتبر صفة توضع قبل الاسم الذي يملكه الشخص المتكلم. my book، my umbrella، my bag، my father. أما الآن أصبح المتكلم اثنان أو أي أكثر من واحد، فيتكلمون بصيغة الجمع حتى وإن تكلم واحد منهم فقط. فيقول عن هذا، يقول our book، our bag، our umbrella، our father. لن يضع كلمة our قبل الاسم الذي يملكونه. أما إن خاطبنا شخص وقال بأن هذه الأشياء لنا، لكم يعني، فاستخدم كلمة your، your book، your bag، your umbrella، your father. أما إن تكلمنا عن أشياء لشخص مفرد مذكر كهذا الشاب، فإننا يمكن أن نقول مع الأشياء التي يملكها اسمه ونضع بعده S الملكية. مثلا نقول أن اسمه خالد، خالد's book، خالد's book، خالد's bag، خالد's umbrella، خالد's father. كما يمكن أن ندعو هذه الأشياء لخالد باستخدام صفة الملكية his بدلا عن اسمه، فنقول his book، his bag، his umbrella، his father. إلى المفرد المؤنث، هذه ندعوها مثلا سلوى، فنقول سلوى's book. لاحظ وضعنا اس الملكية بعد اسمها، سلوى's book، سلوى's bag، سلوى's umbrella، سلوى's father. ويمكن أيضا كما استخدمنا المفرد المذكر ضميره أو صفة الملكية له، نستخدم her، her book، her bag، her umbrella، her father. إلى غير العاقل المفرد، مثلا المكتبة، library، library، فنقول library's book، library's shelf. ويمكن أيضا أن نستخدم صفة الملكية لها its، its book، its book، its shelf. طيب، عندما يكثر المفرد أكثر من واحد له معاملة واحدة، يعني إن كان مذكرا أو كان مؤنثا أو كان غير عاقل، فقط عندما يصبح أكثر من واحد يعامل نفس هذه المعاملة. مثلا هؤلاء children، children، فنقول children's book، children's bag، children's umbrella، children's father. أو نستخدم صفة ملكية خاصة بالجمع، فنقول their،
their book, their bag, their umbrella, their father. والآن حال المجال لدوركم. هذا book. راجع الكلمات. الفظ هذه الكلمات. لنعد من جديد. أنتم تتكلمون الآن. إذا كان الشخص يريد إلى أشياء تعود له فيقول عن هذا، هذه، هذه، هذا. نعم، إذا كنت لا تتقن فنرجو إعادة الفقرات السابقة. عندما أصبح لأكثر من واحد تكلمون عنه، والآن عندما نخاطب أحدا ونقول له أشياءك، طيب عندما نتكلم عن شخص مفرد المذكر واسمه خالد، أولا مع اسمه نستخدم، لا ننسى إضافة اس. الآن مع الضمير، يعني نقول كتابه، حقيبته، لكن في اللغة الإنجليزية، هل عرفتها؟ الآن إلى المفرد المؤنث، هذه قلنا عنها سلوى مثلا، هذا ماذا نقول عن هذه وهذه وهذه مع ذكر اسمها واسم الملكية. الآن مع الضمير أو مع صفة الملكية، تمام. الآن إلى library، المكتبة، مع اسمها نستخدم، وأيضا هذا الرف مع صفتها، عفوا، مع صفتها، كيف نقول كتابها، كيف نقول رفها. أخيرا مع الجمع، هؤلاء children، كيف نقول مع اسمهم، كيف نقول مع الصفة الملكية لهم، كتابهم، كيف نقولها. حسنا، يمكنك أن تقوم بتمرين تسمية الأشياء، الأسماء من حولك، كأن تقول مثلا سيارتي، سيارته، سيارة ماجد إلى آخره. انظر من حولك إلى الأسماء التي تعرفها في اللغة الإنجليزية وضع أسماء مالكيها معها أو الصفات التي تشير إليهم. هذا التمرين سيفيدك. الآن إلى الفقرة الكتابية المتعلقة بصفات الملكية. إذن باكس مثلا اسم ننسبه لصاحبه، إذا كان المتكلم هو صاحبه يقول my box، إذن يستخدم هذه الصفة. إذا كان المتكلم معه أحد آخر يملك معه هذا باكس فيقول our boxes أو our box، صندوقنا، our box. إذا تكلم شخص مع مخاطب وأشار إلى ملكية المخاطب لهذا الصندوق فيقول your box، إذن my box، صندوقي، our box، صندوقنا، your box، صندوقكم أو صندوقك أو صندوقك، حسب المخاطب الذي يخاطبه. أما إن تكلمنا عن طرف ثالث، فهذا الطرف إن كان مفردا مذكرا يمكن أن نقول اسمه ونضع بعد اسمه أبوسترافي، هذه الفاصلة نروها أبوسترافي، ومعها اس الملكية، فنقول خالد، اسمه خالد، نضع بعده اس الملكية ونقول خالدز بوكس، خالدز بوكس. نحن نتكلم عن الصندوق ونصف بأن ملكيته تعود لخالد فنقول صندوق خالد، خالدز بوكس. إن كان الصندوق لسلوى مثلا سلوز بوكس، لاحظ استعمال اس الملكية بعد الأبوسترافي. أما إن كان لقطة مثلا نقول عين القطة فنقول cat's eye،
cat's eye. نلاحظ أيضا ملاحظة أن اس الملكية هذه تلفظ كاس الجمع، يعني حسب الصوت الذي قبلها ممكن أن تلفظ س أو تلفظ ز أو تلفظ إز حسب نهاية الكلمة. طيب إذا أردنا أن نبدل خالد بصفة ملكية يمكن أن نستعمل his التي تعلمناها، his box، his box صندوقه، سلوى أو أي مؤنث مفرد طبعا، her box، her box القطة أو شيء غير عاقل غير الإنسان عندما يكون مفردا، its، its eye، its eye. نلاحظ ملاحظة، إذا كنا نقول بأن الصندوق لجمع وليس لمفرد، هنا لا نضع اس الملكية في الكتابة، نضع فقط الابوسترافي ونلفظ فقط اس الجمع، يعني boys أولاد، هذه الاس في النهاية هي اس الجمع في الأصل، لا نضع لها اس ثانية اس ملكية، يكفي بأن نضع الابوسترافي في الكتابة وفي الكلام يتوضح من خلال سياق النص أو سياق الكلام. فنقول boys box يعني صندوق الأولاد، girls أيضا girls box فقط نضع أبوسترافي لا نضع اس ثانية، cats، cats هنا يعني قطط جمع قطة، cats لا نضع اسم ملكية فقط نضع فتصبح cats eye، boys يمكن أن نبدلها بكلمة their، their box صندوقهم، أيضا girls their box، أيضا cats their eye أو their eyes مثلا. هذه نلاحظ أن their نابت عن مفرد المذكر، عن المذكر عفوا، وعن المؤنث وعن غير العاقل عندما يصبح أكثر من واحد، فقط عندما يكون واحدا نفرق بينهم بهز وهير وإتس، عندما يصبح جمعا أكثر من واحد نضع للجميع their their their. الفقرة القادمة بإذن الله نتابع وما زلنا في مرحلة تركيب المفردات، والفقرة القادمة هي 42 واسمها إبدال الأسماء بالضمائر، نتعلم فيها إبدال الأسماء بالضمائر. تحصلون على فقراتنا تباعا من يوتيوب بالبحث عن قناة فلاح عبيد والضغط على اشتراك وعلامة الجرس للإشعارات، وفي فيسبوك بالبحث عن صفحة New Satyus English والضغط على إعجاب. أتمنى لكم التوفيق دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.